اليوم غادي نتقاسم معكم أول تجربة لي في صناعة جيل منزلي بمادة الكسانتانغام. إذا ما هو الكسانتانغام؟ الكسانتانغام باللغة العربية اسم غزانتان، مادة تضاف للأغذية يتم إنتاجها بواسطة سكر يتم تخميره بالبكتيريا، وهو من الألياف القابلة للذوبان، واستخدامه شائع في إضافة سماكة أو تثبيت بعض الأطعمة ومواد التجميل. هذا الصمغ مسموح باستعماله في المواد الغذائية الإيكولوجية، وحسب ويكيبيديا الموسوعة الحرة لم تسجل لحد الآن أي حالات حساسية باستعمال هذه المادة. إذن هذه المادة تلقاها في المواد الغذائية مثل مايونيز، الكاتشوب أو المربى. أما بالنسبة للمواد التجميلية فهي تضاف مثلا للشامبو، للكريم، للجل. الكمية اللي تنضيفهم من الكسانتانغام عندها علاقة بالنتيجة اللي بغينا نحصلوا عليها. بغينا نحصلوا على جيل تنزيدوا كمية قليلة، بغينا نحصلوا على واحد السمكة مثل الكريم تنزيدوا أكثر، بغينا نحصلوا على سمكة مثل العجين تنزيدوا كمية أكثر. وبالنسبة للسؤال اللي غادي تطرح، فين غادي يلقاو هذه المادة؟ هي موجودة في الإنترنت، وبالنسبة للدول الأوروبية موجودة في المحلات التجارية الكبرى. وهذه المادة تأتي على شكل بودر. من بعد ما تعرفنا على هذه المادة العجيبة، غنحاول ندير معكم بها جيل اللبان الذكر وجيل مأزر. أول وصفة غادي نبدأ بها هي جيل اللبان الذكر. المكونات: مادة الكسانتانغام، زيت الأفوكا، اللبان الذكر، وماء الورد، نسيت ما حطيتوش في الصورة. فلنبدأ على بركة الله. ناخد 4 حتى 5 الحبات ديال اللبان الذكر، نضيفهم على 25 مليلتر ديال ماء الورد، نغطيو الإناء ديالنا ونخليه 24 ساعة مع الخلط حتى نحصلوا على واحد الخليط لونه أبيض مثل الحليب. وهذا هو الخليط اللي حصلنا عليه من بعد 24 ساعة، اللون ديالو أبيض مثل الحليب. غادي نصفي الخليط ديال اللبان الذكر وماء الورد باش نتخلص من الشوائب أو البقايا ديال اللبان الذكر. وهنا غادي نصفي الخليط مره ثانيه باش نتاكد انه ما بقاوش عندي حتى حبيبات او بقايا ديال اللبان الذكر. وهو الخليط ديالنا من بعد ما صفيناه. الان غادي نجيو للمقادير ديال او الكميه ديال الكسانتانغام. العلبه مكتوب فيها 250 غرام، نضيفوا لها ملعقه صغيره او ملعقه شاي. انا عبرت غرام ديال الكسانتانغام وقلت غادي نبدا به كبدايه، ولكن هذيك ماشي ديك الملعقه، الملعقه فيها اكثر من غرام، هذيك للتوضيح فقط. ممكن ما سبقت وقلت لكم عبرت نص غرام ديال الكسانتانغام، ودابا بديت تنضيفه بشويه بشويه على الخليط. تنشوفوا انهم تيبقاو لنا حبيبات خصنا نخدموهم، وغالبا خاص ربما نستعملوا الطراب الكهربائي. المهم غنحاول بالاول بيدي ومن بعد نشوف. المهم من بعد ما حاولت بيدي ما بغاش الخليط ينسجم او ما بغاوش الحبيبات يتحيدوا، هو تيتقل الخليط تيتقل، ولكن الحبيبات هما اللي تيبقاو. فلهذا جبت هذاك الخلاط اللي تنطلعوا به الرغواد الحليب، حاولت به حتى هو، وغنشوفوا النتيجه من بعد. وها هي النتيجه اللي حصلنا عليها او الجيل اللي حصلنا عليه. يعني تنشوفوا كان عندنا ماده سائله، الان صبح جيل، الحبيبات بقاو ما بقاش كثير، وانا بغيت يعني جيل صافي. غادي نصفيه ونشوفوا النتيجة الأخيرة.
وهو الجيل من بعد ما صفيناه درناه في واحد القريعة صغيرة تعطي هي جمالية. الملاحظة اللي شفت أن داك المقياس أو المقدار ديال السائل ما خداش لي غرام كامل، خدا لي نص غرام. والآن وصلنا للمرحلة الأخيرة للإضافات. أنا اليوم اختاريت باش نزيد زيت الأفوكا، غادي نزيد تقريبا أو نضيف 3 ديال القطرات. وهنا اللي بغى يزيد اي زيت مفضل عنده، اي زيت يعني توافق البشره ديالو، زيت ارغان، زيت اللوز، يعني اي زيت مفضل عندك ممكن تستعمليه. انا هنا اختاريت زيت الافوكا، ضفت 3 القطرات. غادي نخلط الخليط ديالي، وها هو جيل ديال لبان الذكر بزيت الافوكا واجد. الوصفة الثانية هي جيل ماء الزهر. المكونات 25 مليلتر ماء الزهر ومادة الكسانتانغام. فلنبدأ على بركة الله. نبدأ نضيف مادة الكسانتانغام شيئا فشيئا على الماء مع الخلط. وهذا هو الخليط ديالنا، خليط ماء الزهر. المهم مقارنة ما بين الخليطين، بالنسبة للحبيبات بقاو فيهم بزوج، لكن بالنسبة للقوام مختلف. خليط ديال لبان الذكر حتى هو أصبح جيل، لكن جيل شيئا ما خفيف. وهذا ديال ماء الزهر، الخليط ديال ماء الزهر فعلا يعني القوام ديال الجيل بمعنى الكلمة. وكل خليط استعملت فيه تقريبا نص غرام ديال مادة الكسانتانغام. المهم تنشوفوا 25 مليلتر ديال ماء الزهر مع نص غرام تقريبا ديال الكسانتانغام، هذه هي الكمية اللي عطاتنا. هاد الخليط ما صفيتوش من الحبيبات، لكن لاحظت أن من بعد الحبيبات دابوا. تتشوفوا الشكل الجميل ديال ديال الجيل، فعلا جيل جيل بمعنى الكلمه. بكل صراحه انبهرت بالنتيجه اللي حصلنا عليها بالاضافه ديال هذه الماده للسوائل، وجاوني افكار كثيره مثل جيل ماء الخيار او ماء الجزر، واشياء كثيره اللي غادي تسهل علينا الاستعمال ديال الماده اللي غادي نضيفوا لها هذه الماده هذه. وها هو المنتوج اللي حصلنا عليه، جيل اللبان الذكر جيل ماء الزهر. تتشوفوا في التاريخ انه تقريبا عنده اسبوع الان، انا دايره في الثلاجه، ما دايرش فيه مواد حافظه، لذلك خليته في الثلاجه. بالنسبه للقوام ديالو ما تغيرش، بقى جيل يعني ما صبحش سائل. اما بالنسبه للبشره فهي تتشرب بسرعه، وملاحظتي انه تخلي واحد اللمعه على البشره وكذلك ترطيب. هذه هي تجربتي الخاصه، ممكن ناس اخرين تكون عندهم تجربه واحده اخرى. وبهذه الصورة الجميلة نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم. دمتم في أمان الله ورعايته، وإلى الفيديو القادم إن شاء الله.